صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 62 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف جاء فيه يعين السيد علي امين عبد الله الريس مديرا لاداره الشؤون الدينيه في وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف.